من بين هؤلاء، من بين هؤلاء اللي كانوا يعتبروا أنفسهم أنهم جزء من هذا الوطن من الجزائر، وفي كافة الأحوال حتى بأصولهم المغربية يعتبرون أننا إخوة وأشقاء، كانوا بعض الناس كان من بينهم اللي كانوا قاتلوا مع الثورة الجزائرية، كانوا قاتلوا مع الثورة الجزائرية، بعضهم كانوا جنود أو كانوا ضباط في جيش التحرير الجزائري، وبعضهم كمل حتى بقى داخل الجيش الوطني الشعبي إلى غاية صدور قرار في 67 اللي كان آنذاك يفرض على كل الذين يوجدون في الجيش الوطني الشعبي أن يكونوا حاملي الجنسية الجزائرية، وإذا كانوا مش حاملينها أن يطلبوا الجنسية الجزائرية. من بين هؤلاء أحد هؤلاء، راح نختصر القصة نتاعو، قصة مؤلمة جدا، وكنت تلقيت أبنائه في الزيارة الأولى اللي درتها إلى المغرب بعد 91. أنا لم أزور المغرب من 91 إلى 2015، 24 سنة، بالرغم أني جاتني دعوات كثيرة جدا، ولكن ارتأيت أنه حتى لا يستخدم اسمي أو وجودي أو بشكل أو بآخر في إطار الخصومة ما بين النظامين، فكنت دائما أرفض الدعوات بما فيها دعوات اللي كان طبعا دعوات في الغالب على أساس أن البي خالص والوتيل خالص، لكن كنت أرفضها حتى لا أدخل في أي خصومة. لكن هذه الدعوة اللي كنت لبيتها، هي الدعوة الوحيدة، هي هذه، كانت في جويلية 2015، وحضرت للمؤتمر الأول أو التأسيسي للمطرودين المغاربة من الجزائر. بعد 40 سنة استطاعوا بعض الشباب اللي كانوا صغار أطفال آنذاك إلى آخره، شكلوا هيئة، شكلوا جمعية خيرية تقريبا دافع عن حقوقهم، وكان لها هيئة تأسيسية في 2015. من بين هؤلاء كنت لقيت أبناء أحد هؤلاء اللي شاركوا في تحرير البلاد، اللي كانوا مجاهدين مع المجاهدين، كانوا إخوة للمجاهدين ومجاهدين مع المجاهدين، كانوا مغاربة. طبعا اللي شاركوا في الثورة الجزائرية هم مغاربة، توانسة، ليبيين، مصريين، يوغوسلاف، سوريين، فرنسيين، كاين ناس أحرار قاتلوا من أجل تحرير الجزائر، كانوا ضد الاستعمار الفرنسي، بما فيهم فرنسيين بالمناسبة، صحيح قلة لكن يبقوا أنهم رمز للإنسانية، رمز للحرية. ما يقولكش هذا أنا نحمل جنسية ولا أنا هذا بلادي وهذا، لا لا، كانوا وقفوا مع الحق. طبعا المغاربة والتوانسة كانوا يعتبروا أنفسهم جزء منا، ونحن نعتبر أنفسنا جزء منهم. الحدود القائمة هي حدود أقامها الاستعمار، وهذه الشعوب قبل مجيء الاستعمار كانت ما كانش كاين حدود بالمعنى المتعارف عليه ما بين الدول الآن، ما كانش كاين ما يسمى بليتا ناسيون قبل ما يسمى بالثورة الفرنسية، يعني كانت بالنسبة لنا احنا كانت الأمة المسلمة، الأمة الإسلامية يعني عموما، ونحن مغاربيين عموما يعني، ولم تكن هناك حدود بالمعنى المتعارف عليه اليوم، وهناك قبائل متداخلة يعني داخل الحدود لما جت الاستعمار وفصل، فهناك قبائل، وأحيانا الاستعمار أو هذه الحدود فصلت بين أسر، يعني أسرة جزء هنا وجزء في هذا الجانب. إذا بين هؤلاء اللي كانوا موجودين هم المرحوم بإذن الله والمجاهد ميمون أمعيسى. ميمون أمعيسى كان من بين الضحايا، وكان جاهد، وكان التحق بالثورة الجزائرية في 56، هو من سكان وجدة، وفي وجدة كان يوجد آلاف الجزائريين. طبعا الجزائريين كانوا متواجدين بمئات الآلاف ما بين تونس والمغرب بشكل أساسي، متواجدين في بلدان أخرى لكن خاصة في المغرب وفي الجزائر وفي تونس كانوا، وفي سوريا أيضا كانت هناك دائما استعمار لهاربين من الاستعمار، في المقاومات الشعبية لما كانت تفشل المقاومات المسلحة كثير منهم كانوا يهربون إلى تونس أو إلى المغرب. لماذا؟ لأن الاستعمار حتى لما ضمت المغرب اللي وقع تحت الاستعمار أو قبله تونس في 1881، كان الاستعمار في تونس والمغرب هو بين قوسين حماية، انتداب، بينما في الجزائر كان استيطان، يعني الجزائر اختفت وأصبحت قطعة من التراب الفرنسي، بينما في تونس والمغرب ظلوا بلدين مستعمرين، بلدين تحت الانتداب كما كانوا يسموها. فالحكم الاستعماري في هذه البلدين لم يكن مثل الجزائر، في الجزائر كان قاسي جدا، كان إجرامي جدا،
في تونس المغرب فيه إجرام بكل تأكيد، لكن ليس بنفس الشيء. بمعنى الفرنسيين كانوا عارفين أرواحهم أنهم محتلين لهذه الأرض، وهم يعترفون أنهم يحتلونها باسم الحماية أو باسم الامتداد. بينما في الجزائر كان الوضع يختلف. ولذلك الآن ما زال في المغرب أو في تونس هناك مئات الآلاف ربما ملايين بين البلدين اللي هما من أصول جزائرية. مثل أيضا اللي في الجزائر أيضا كاين توانسة وكاين مغاربة بشكل خاص اللي هما من أصول مغربية وهم جزائريون اليوم. لكن اللي كانوا آنذاك اللي طردوا كانوا اللي ما حصلوش على الجنسية الجزائرية، وكانت خصومة كما قلت صراع بين النظامين، وكان رد نظام بومدين بوتفليقة أساسا هو المحرك الموضوع هذا بالمناسبة. الغريب في الأمر أن بوتفليقة من مواليد وجدة، وأن بومدين قضى كل فترة الثورة ابتداء من 55 لما التحق بالثورة كان في الحدود، كان في المغرب خاصة ما بين وجدة وما شابهها. يعني الغريب في الأمر أن اللي انتقموا من هؤلاء إخواننا هؤلاء البسطاء، لأن هؤلاء البسطاء لم يكن لهم أي دور، ما كانوش سياسيين، ما كانوش معارضين، ما كانوا سكان يسكنون الجزائر باعتبار أنهم إما فروا إليها أيام أيضا في الاستعمار أو بعد الاستقلال أو شاركوا في تحريرها. أو من بين هؤلاء كما قلت ميمون معيسى، واللي كنت لقيت أولاده، وأولاده تحدثوا معايا أنا ذاك في 2015 بمرارة شديدة. أولاده طبعا الآن اللي تلقيتهم بالتأكيد أنه واحد في نهاية الخمسينات من العمر، واحد في بداية الستينات من العمر أو منتصف الستينات، وكانوا آنذاك عندما وقعت هذه الواقعة كان عمرهم 10 سنين، واحد عمره 10 سنين أو 12 سنة، والثاني ممكن عمره 15 أو 18 سنة، حاجة هكذا يعني. عندي ملخص لمعيسى ميمون رحمه الله، كيفاش أنه التحق بالثورة الجاية في 56، وكان عنده دور كبير في قضية السلاح وتهريب السلاح من المغرب إلى الجزائر ومن الحدود المغربية إلى داخل الجزائر، أيضا في استقبال الثوار، وبعدين هو قاتل مع الجزائريين داخل الجزائر، لم يكتفي بذلك فقط في قضية السلاح، كانوا في البداية هذه. والحقيقة تحسب لمحمد الخامس، محمد الخامس الملك محمد الخامس رحمه الله يعتبر من أبرز وأصدق مع الملك إدريس في ليبيا أيضا، هذ الاثنين كانوا من أبرز وأصدق لدعموا الثورة الجزائرية، على عكس بورقيبة في تونس وعلى عكس عبد الناصر في مصر على سبيل المثال. كان عنده أكثر من 80 أوردر دي ميسيو اللي كانت باسم الثورة الجزائرية، كان يقوم بمهام ميمون معيسى رحمه الله. وبعد استقلال الجزائر قرر أن يعود إلى أن يبقى في وجدة، هو كان ما زالت أسرته في وجدة لكن كان يدخل الجزائر كمقاتل، لكن الجزائريين اللي قاتلوا معاه أو اللي قاتل معاهم ومنهم بعض العقداء الكبار بما فيهم شادلي بن جديد مثلا اللي كان تعرف عليه آنذاك، شادلي بن جديد بطبيعة الحال بعدين سيصبح رئيس جمهورية، كان هناك عقداء اللي يعرفوه وتعاملوا معاه وكلوا في داره إلى آخره، قالوا له لا أنت لازم تجي الجزائر، وبالفعل خذا أسرته من وجدة وجاء إلى منطقة في مستغانم، قدرت أقول لكم القرية أو المدينة الصغيرة اللي تنقلها. وهناك لما صدر القرار، وكان ضابط داخل جيش التحرير حتى 67، لما صدر القرار فضل هو أن يحتفظ بجنسيته المغربية، فبطبيعة الحال غادر الجيش الجزائري. وبعد سنة أو سنة ونصف بدون شغل تدخل له بعض كبار الضباط والتقى بومدين في سنة 68، التقاه وقال له أطلب ما تريد، يعني لأنه مازال هذاك الثورية، وبومدين كان يعرفه شخصيا، يعني هو كان يعرف بومدين أيضا شخصيا لأنه بومدين كان في المنطقة، فقال له فقط أريد عمل لأني حبيت نبقى في الجزائر، فأصبح وظفه في سوناطراك. وظل معيسى ميمون بعد تركه للجيش الوطني الشعبي الجزائري في 67 ظل في سوناطراك إلى غاية 75، إلى غاية طرده هو وأسرته وإخوانه. أبناؤه واحد منهم كان حسن، كان يدرس في الجامعة
أو في نهاية الثانوية، ثم كمل الجامعة في الجزائر في ظروف بالغة الصعوبة. احكي لي كيفاش كانت الظروف. صعبة جدا، لأن لما طردوهم أيضا جاءوا بعض الناس واستولوا على أملاكهم، مثلا فيما يتعلق بهذه الأسرة بالذات، أسرة معيسة، اللي خذا المكان تاعهم أو الفيلا تاعهم هو إنسان كان هو رئيس البلدية، هو اللي خذا، أو رئيس الدائرة، لأنه هما كاتبين العمدة، هي طبعا يا إما الدائرة يا إما البلدية. هو اللي خذا لهم الفيلا تاعهم، لأن كانت عندهم فيلا وكان عندهم مدخول وكان عندهم سيارة، وطردوا شر طردها. السيارات ما خذتش، ما خلاهمش ياخذوا سياراتهم، ما خذوا فقط الحوايج اللي يقدروا يرفدوها، كابات أو فاليزات، أو وضعوهم في شاحنات وطرد. وكان مؤلم ومؤلم جدا تلك المظاهر وتلك الصور. هاو مقطع خلينا نشوفوه مع بعض على السريع، لهذه الواقعة، ويعد معيسى من عن بقايا المسيرة السوداء التي تلت صنديم الرباط للمسيرة الخضراء، ذلك أن والده المسمى ميمون معيسى ساعد الجزائر في الحصول على استقلالها، إذ شارك في المقاومة الشعبية الجزائرية ضد فرنسا، وكان وقتها ضابطا في الجيش الوطني. هذه صور، تم ميمون هذه من معيسى بين لدى الصور. محمد الخامس الذي دعا للمغاربة إلى تقديم يد العون للأشقاء الجزائريين، لأنه كان يؤمن بالوحدة المغاربية، ليشارك بذلك في الثورة الجزائرية منذ 15 مارس 1956. قصة مؤلمة، مؤلمة جدا. و لما خاصة لما تقابل الناس اللي كانوا ضحاياها وتسمع منهم وتشعر بألمهم، وخاصة أن كثير منهم كما قلت يعني كانوا شباب صغار وكانوا يعتبروا روحهم جزائريين، ما يعرفوش شيء آخر، لهجتهم لهجة جزائرية، حديثهم حديث جزائري، ما يعرفوش شيء. واللي كانوا يعرفوا كانوا يعتبروا أنفسهم من أصول مغربية، ولكنهم أصول وهم جزائريين ومقيمين مع الجزائريين وإخوانهم جزائريين. وكان مؤلم حتى على الجزائريين، اللي كثير من الجزائريين تأثروا جدا. أنا التقيت فيما بعد بعض الجزائريين وتحدثنا في الموضوع، كان بعض منهم اللي كان هؤلاء الجيران وشعر بألم كبير، أصلا ما كانوش يعرفوا أنهم غاربة، ولما عرفوا وتم طردهم كانوا متألمين جدا، لأنهم إخوانهم جيرانهم نفس الشكل نفس اللون نفس الأسماء نفس كل شيء نفسه. للأسف لما الحكام ما ينظروش للشعوب فيتعاملوا بهذه الطريقة، لما الحكام خصوماتهم وصراعاتهم يدفع ثمنها الشعوب، تدفع ثمنها الشعوب. هؤلاء أنا قلت لإخواننا، هؤلاء هم منا ونحن منهم، أصلا نحن كمغاربة وكجزائريين وكتوانسة وكليبيين وكموريتانيين نحن شعب واحد، نحن الشعب المغاربي. تفصلنا الحدود وتقسمنا الحدود وتقسمنا أنظمة الحكم القائمة على درجات متفاوتة في هذه الأنظمة، ليسوا سواء في الحقيقة في صراعاتهم أيضا. لكنه في نهاية المطاف الاستعمار قسمنا، والأنظمة القائمة استمرت في التقسيم واستمرت في الخصومات واستمرت في الصراعات. والآن بعد الموقف المغربي بالاعتراف، وهي جريمة نكراء، أعتبرها جريمة نكراء في حق الشعب المغربي قبل أي شيء، قبل أي شعب آخر، ولكن أيضا في حق المسلمين وحق الفلسطينيين وحق الإنسانية، يعني أن يكون هناك تبادل منافع ما بين النظام المغربي بحيث أنه يعترف بما يسمى بإسرائيل أن تأخذ فلسطين 78% من فلسطين التاريخية اللي تسمى إسرائيل، مقابل ذلك تعترف الولايات المتحدة أو بمغربية الصحراء. لماذا أقول هذا؟ طبعا بعض إخواننا المغاربة ما عجبوش هذا الكلام، وأنا تجيني رسائل وتجيني كتابات وأنا أقول لهم شوفوا إخوان، أنا مثل ما أقول لإخواني الجزائريين وأنتقد بعض المواقف مثل هذا الموقف اللي أدين بشدة، هذا الموقف تاع النظام الحاكم آنذاك. والمصيبة أنه في 2010 قررت العصابة القائمة أنها أن أملاك المغاربة في 2010 تصبح ملك للدولة الجزائرية. أنا قلت لإخواني هؤلاء، قلت لهم أنه إن شاء الله عندما تقوم دولة العدل والحق والقانون في الجزائر، عندما تقول دولة مدنية في الجزائر، فستأخذون حقوقكم، لأنها قضية حقوق إنسانية قبل أن تكون شيء آخر.
قبل أن نكون أنا مغاربة وجزائريين لا لا، أنت إنسان عندك هذا الحق وهذا حقك ولا يؤخذ منك. هم جزائريين أو مغاربة أو توانسة أو أنت تعيش في بريطانيا أو في أمريكا أو في سويسرا، لما يظلمك واحد سويسري أو بريطاني أو أمريكي تروح للقاضي يعطيك حقك. ما يشوفش أن هذا سويسري يظلمك فيتستاهل، أنت عربي أو أنت إفريقي أو لا، يشوف لك عندك حق ولا ما عندكش حق. والحقيقة إحنا نعيش معهم هنا، وإجمالا أقول إجمالا على استثناءات بسيطة، في 95% من الحالات، أنا أتحدث هنا عن بريطانيا، هنا عايشين فيها لفترة طويلة، أنهم لا يفرقون بين أصحاب البلد الأصليين الإنجليز يعني مثلا وبين الآخرين، لا يفرقون، لا يفرقون في أغلب الأشياء ما عدا بعض الأشياء اللي يطلبوا فيها الجنسية الآن أو اللي ما يتعاملوش فيها. هذه هي الاستثناء، القاعدة، وعلينا نشهد بالحقيقة وبالحق أن في الدول الغربية إجمالا، والدول الغربية ليست سواء، يعني في فرنسا مش هي بريطانيا، مش هي أمريكا، مش هي أستراليا، مختلفة الأشياء، أن في الدول الغربية إجمالا عندك نفس الحقوق مثل أصحاب البلد. هل لا يعقل أن يكون هذا ما بين المسلمين، ما بين المغاربيين لمغربة، أنه ما يكونش عندنا نفس الحقوق؟ كيفاش نقدر يجي الصومالي أو يجي السوداني أو يجي المغربي أو يجي والجزائري أو يجي ويلقى يعطى له نفس الحقوق في بريطانيا أو في أستراليا أو في أمريكا أو في ألمانيا أو في كندا، ولا يجدها المغربي في الجزائر أو الجزائري في المغرب أو التونسي في المغرب أو التونسي في الجزائر؟ هل هذا منطق ومع عقل؟ وتدخل المخابرات الدول وتنفخ في بعض الناس وتستغل البساطة تاعهم أو السذاجة تاعهم أو الوطنية تاعهم في اتجاه خاطئ. الحق حق بغض النظر عن جنسيتك، عن لونك، عن دينك، هذا شيء آخر. وبعدين احنا نقول، احنا خاصة بالنسبة للناس المؤمنين، يعني من المسلمين المؤمنين، رأوا يوم القيامة لن تسأل أنا إذا كنت مغربي ولا كنت جزائري ولا كنت تونسي ولا كنت هندي ولا كنت مكسيكي ولا كنت من بوركينا فاسو، ستسأل على أعمالك، هل كان أعمالك خير أم كانت شر، هل كانت أعمالك مع الحق أم مع الباطل، هل كنت مع المظلوم أم مع الظالم. هذه الحقائق اللي يؤمن بها المؤمن. لكن حتى غير المؤمن، وهم كثير من هذه الدول اللي نعيش فيها، كاين اللي منها إلحادية وكاين اللي علمانية وكاين اللي لا يؤمنون، الحق الإنساني، العدالة الإنسانية، الكرامة الإنسانية، هذا هو اللازم يسود بيننا. إذا ما نش مؤمنين نتعاملوا فقط كإنسانيين كبشر، وإن كان نحن بطبيعة الحال والحمد لله على ذلك مؤمنين ومسلمين. وأعظم شيء في الإسلام هو العدل، أن تعدل وأن تنصف وأن تكون مع الحق وليس مع الباطل، ولا تجرك الهوية الوطنية أو الشخصية أو القطرية. يعني قبل 200 سنة أو 300 سنة كانت هذه، ما كانش كاينة هذه الهويات، الناس كانت تنتمي إلى قبائل، تنتمي إلى ما مدن تنتمي، لكن الهوية القطرية والوطن لم تكن. ما دام راهي موجودة والناس راهي معترفة بها ورانا قاع معترفين بها وراهي قائمة، على الأقل الإنسان يكون محق. إخواننا هؤلاء ظلموا ظلم عظيم، وعندما تقوم دولة العدل والحق والقانون ستعاد لهم حقوقهم بإذن الله، أي إن كان اللي يكون حاكم يومها، لأن العدل هو الذي المفروض أن يحركنا وأن يدفعنا إلى الحركة.